قبل أيام من الموعد الذي تستهدف الأمم المتحدة استئناف محادثات السلام فيه في مسعى منها لإنهاء الحرب المستمرة منذ 5 أعوام في سوريا. قتل وأصيب عدد من عناصر تنظيم داعش في هجوم للجيش السوري شرقي البلاد. ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صانة أن قوات الجيش قتلت عددا من مسلحي داعش أثناء محاولة المسلحين التسلل إلى محيط حي الصناعة في مدينة دير الزور. تمكنت قوة تابعة للجيش العراقي من القبض على أحد أمراء تنظيم داعش الإرهابي المطلوب للجهات الأمنية خلال عملية عسكرية جنوب غربي بغداد. قتل أيضا 16 إرهابيا بنيران قوات الجيش في مناطق متفرقة بمحيط العاصمة العراقية. تواصل القوات الأمنية العراقية بدعم من طيران التحالف الدولي جهودها من أجل تحرير البلاد من تنظيم داعش الإرهابي. في محيط العاصمة العراقية بغداد قامت القوات الأمنية بعملية تمشيط وتفتيش مستهدفة أعضاء التنظيم الإرهابي في عدد من المناطق لا سيما العاصمة العراقية بغداد، تمكنت خلالها من القبض على أحد أمراء تنظيم داعش في منطقة اليوسفية جنوبي غرب بغداد، كما قتل نحو 20 إرهابيا بنيران قوات الجيش في مناطق متفرقة بمحيط العاصمة العراقية. في غرب بغداد أيضا اندلعت اشتباكات بين القوات الأمنية ومجموعة إرهابية أسفرت عن مقتل عدد منهم من بينهم القائد العسكري لهذه المنطقة، كما تمكنت من تدمير عتاد عسكرية تابعة لهم. في محافظة نينوى صرح مبعوث الرئيس الأمريكي للتحالف الدولي أن العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي بدأت، وأن قوات البشمركة الكردية توجه ضربات للتنظيم في الموصل. أوضح المبعوث الأمريكي أن ذلك جاء من خلال قطع الطريق ما بين الرقة السورية والموصل شمال غربي العراق، ووصف عملية تحرير الموصل بأنها معقدة وأن التخطيط لها تم بشكل جيد. في الوقت ذاته شرعت قوات مكافحة الإرهاب العراقية بعد سيطرتها على منطقة حوض الثرثار غرب سامراء في مطاردة فلول مسلحي تنظيم داعش الإرهابي وتطهير المنطقة من العبوات الناسفة. اغتال مسلحون مجهولون مدير قسم شرطة التواهي إثر هجوم على سياراته بمنطقة بمحافظة عدن جنوب اليمن. أوضح شهود عيانا أن المسلحين أطلقوا النار بكثافة على السيارة ما أدى إلى مقتله وأحد مرافقيه على الفور ثم لادوا بالفرار. وقبيل هذه الواقعة قام مسلحون مجهولون بهجوم على دورية عسكرية في نفس المنطقة ما أدى إلى مقتل جنديين على الأقل. من ناحية أخرى حملت السلطات اليمنية تنظيم داعش الإرهابي مسؤولية الهجوم على دار للمسنين في عدن والذي أودى بحياة 16 شخصا. ونفى تنظيم القاعدة في بيان له أي صلة له بهذا الهجوم، معتبرا أن طريقة ارتكاب الجريمة ليست من عمله أو أسلوبه حسب ما جاء في البيان. وكان مجلس التعاون الخليجي قد ندد بالهجوم ووصفه بالجريمة النكراء. ونتابع أيضا في هذه البانوراما، ولكن بعد أخبار الاقتصاد. بان جي مون يعتزم إحياء محادثات لإنهاء الصراع في الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والحكومة المغربية. وفي نشرتنا أيضا حركة طالبان ترفض المشاركة في مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية.
نتحول الآن لمتابعة أهم أخبار المال والأعمال في بانوراما نيوز. نتحول إلى الأمير داود، تفضل. شكرا لك إيمان، شكرا دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار المال والأعمال وأبرز ما نتابع فيها. وزارة الإسكان تعلن فتح باب الحجز لمرحلة تكميلية لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج حتى نهاية مارس الجاري. صرح وزير الإسكان الدكتور مصطفى بدبولي بأن مجلس الوزراء قد وافق على فتح باب الحجز لمرحلة تكميلية لأراضي بيت الوطن للمصريين بالخارج. وأعلن مدبولي أن الحجز سيتم طبقا للشروط وجدول الأسعار السابق في المرحلة الماضية، على أن يتم غلق باب الحجز في نهاية شهر مارس الجاري. وكانت وزارة الإسكان قد طرحت عددا من الأراضي بالمرحلة الثالثة بمشروع بيت الوطن مدن القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر ودمياط الجديدة والشيخ زايد ومدينة بدر وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة وأسوان الجديدة. اعتبر الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل أن قطاع النقل البحري يعد من أحد الركائز الهامة التي يستند عليها الاقتصاد المصري بعد قناة السويس وقطاع السياحة. وخلال زيارة له إلى ميناء الإسكندرية أكد الجيوشي أن التشريعات الخاصة بالنقل ضعيفة وتحتاج إلى تعديل، منتقدا لعدم استثمار هذا القطاع بالشكل الجيد نظرا لأهميته في جلب العملة الصعبة. أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه سيتم إشراك نواب الشعب في متابعة منظومة النظافة الجديدة من خلال القيام بدور الرقابة والمتابعة وإلى جانب الوزارة والمحافظات. وأوضح فهمي أنه سيتم تطبيق المنظومة بصورة متكاملة بداية من الجمع والنقل وصولا للدفن، وتم التنسيق مع المحافظات للاتفاق مع شركة قطاع خاص بهدف تدوير المخلفات لإنتاج سماد عضوي وبدائل للوقود المستخدمة في أفران مصانع الأسمنت. يفتتح وزير التجارة الداخلية والتموين خالد حنفي والتخطيط الدكتور أشرف العربي يوم الاثنين المقبل المؤتمر الدولي لتجارة التجزئة والامتياز التجاري فرانشايز. وفي سياق متصل حققت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين إيرادات خلال العام المالي 2014-2015 بنحو 21 مليون جنيه، بزيادة تقدر بخمسة ملايين جنيه عن العام الماضي، وذلك نتيجة لزيادة أنشطتها في إقامة عدد كبير من المعارض والمنافذ السلعية. قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني إنها وضعت تصنيفها لأربع دول خليجية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. وأشارت موديز إلى أن تصنيفات هذه الدول قد يتم تخفيضها إذا خلصت المراجعة، إلى أن الخطط الحكومية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية. وتصنف موديز السعودية عند مستوى تريبل اي، وتصنف الامارات عند مستوى 3A، وقطر عند 2A.
قال كبير الخبراء الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية إن قطاع النفط قد قلص من نفقاته الاستثمارية بأكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تؤثر تخفيضات أخرى كبيرة هذا العام تؤثر سلبا على آفاق الإنتاج. تزامنا أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستبقي على حصتها في سوق النفط وأشار الجبير أن فكرة تخفيض بلاده لإنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى غير واقعية، مؤكدا على الموقف السعودي من أن قوى السوق هي التي تحدد سعر النفط. ختام أخبار الاقتصاد وعودة من جديد إلى زملاء دينا إبراهيم وإيمان منصور واستكمال البانوراما. تفضلي. شكرا جزيلا لك أمير. ومشاهدين هذه من جديد عناوين الأخبار: الرئيس السيسي يعود إلى القاهرة مختتما جولة أسيوية شملت كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية. رئيس الوزراء يؤكد للنواب كفر الشيخ أن محور برنامج الحكومة هو الاهتمام بالمواطنين محدودي الدخل. العليا للانتخابات تحدد الثامن من مارس الجاري موعدا لتقديم أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة طلخة ونبروه. يبدأ جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي اليوم جولة شرق أوسطية تستمر 5 أيام، وأعلن البيت الأبيض أن الجولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية والأردن والإمارات. وأوضح بايدن أنه لن يقدم خلال جولته أي توصيات تتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما سيركز على زيادة التعاون بشأن عدد من القضايا من بين الحرب على داعش والنزاع السوري. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيسعى لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو الساعي لاستقلال الصحراء الغربية والحكومة المغربية، وذلك لإنهاء النزاع بينهما والسماح بعودة اللاجئين لديارهم. جاء ذلك خلال لقائه رئيس الموريتاني، وقال إنه يعتزم إعادة إطلاق المفاوضات لحل النزاع. وأشنت جبهة البوليساريو التي تقول إن الإقليم يخص الأهالي الصحراويين حرب عصابات إلى أن تم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في عام 1991، لكنه لم يفلح في تسوية النزاع الذي ظل معلقا منذ ذلك التاريخ. أعلنت حركة طالبان رفضها المشاركة في مباحثات سلام مع الحكومة الأفغانية. وأفادت الحركة في بيان لها إنها تكرر موقفها مجددا برفض المشاركة في المباحثات طالما لم ينتهي ما أسمته بالاحتلال الأجنبي للبلاد وعدم سحب طالبان من القوائم السوداء العالمية، كذلك لعدم إطلاق سراح المحتجزين. احتجزت الفلبين سفينة كورية شمالية في أول تطبيق للعقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ إثر تجربتها النووية الأخيرة واختبارها إطلاق صاروخ باليستي. وقالت حكومة مانيلا إن احتجاز السفينة جاء إعمالا بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي ينص على تجديد العقوبات الدولية بحق كوريا الشمالية. ومتابعة لأهم الأخبار الرياضية تأتيكم بعد هذا الفاصل.